رمان الهوى مع إيمان أحمد. مساء الخير. ليست كثيرة تلك البقعة الجغرافية المشابهة لسوريا. سوريا الوطن الذي يقع على ملتقى طرق جغرافية كثيرة وملتقى التواصل البشري الثقافي التجاري والديني منذ فجر التاريخ، والتي تراكمت فيها حضارات عريقة وقوية وشهدت حروباً واجتياحات، وتعرضت أيضاً لزلازل وكوارث طبيعية أدت إلى هجرات كبرى وعمليات تبدل وتبادل سكاني شكلت في مجملها نسيج الأمة السورية وبيئتها. ومن بين أكبر المكونات غير العربية ضمن سوريا كانوا الأكراد، التركمان، الشركس، الشيشان، البشناق أو البوسنيون، الأرناؤوط أو الألبان، وجلهم من أهل السنة. لكن هذه المكونات غير العربية تتدرج اندماجا وتتفاوت جغرافيا، فتمت مجموعات اندمجت وغدت متعربة، وهذا حال البعض من المتحدرين من أصول كردية وتركمانية، وخصوصا في المدن الكبرى كدمشق، حلب وحمص. وثمة جماعات أخرى احتفظت ببعض هويتها العرقية واللغوية، لكنها انسجمت في بيئتها العربية واعتبرت نفسها جزءا من سوريا واحدة موحدة كالشركس. وأخيرا أيضا توجد فئة ثالثة، وهي الفئة الكردية التي تعيش في المناطق الشمالية، محافظات الحسكة، الرقة وحلب وغيرها. أما التركمان فقد تفاوتت نسبة تعربهم واندماجهم، وهم يقسمون إلى سكان مدن وسكان ريف. توجد نحو 145 قرية وبلدة يقطنها التركمان في مناطق منبج، الباب، جرابلس، الراعي وعزاز، إلى جانب أولئك الذين يسكنون حلب نفسها. تضاف إليها خمس قرى في محافظة إدلب بجانب حي في مدينة جسر الشغور، وعدد آخر في الرقة، في حمص، لا سيما في مدينة حمص نفسها، وأيضا في محافظة حماة، وقرى في محافظة طرطوس، وأيضا قرى في هضبة الجولان هجر سكانها إلى ضواحي دمشق، منها الحجر الأسود، وأيضا خمس قرى في دمشق وريفها، وأكثر من عشرة في محافظة درعا. كذلك هناك كثافة تركمانية في شمال محافظة اللاذقية بما يعرف بجبل التركمان. هذه صورة عامة مختصرة أيضا لسوريا ما قبل الثورة، ولكن ماذا طرأ عليها من تغييرات بحكم تدمير البنى التحتية والمرافق الخدماتية والمقومات الاقتصادية والهجرة الخارجية أيضا، بالإضافة إلى النزوح الداخلي المقدر بالملايين. هذا عدا عن فئات جديدة دخلت إلى المجتمع السوري، بداية من المجموعات التي أدخلها النظام وعمل على تجنيسها بغرض التغيير الطائفي العددي، فعمد إلى استجلاب مجموعات من الأفغان والعراقيين وغيرهم من المناطق وأسكنهم في مناطق مختلفة وتحت ذرائع عديدة. حصل هذا قبل الثورة، وأيضا هناك جماعات منتمية إلى فصائل مثل القوقاز والشيشان والتركمان، عدا عن مجموعات كاملة انضمت إلى تنظيم الدولة مع أسرهم. هكذا دخل التاريخ على الجغرافيا ليغير المشهد الديموغرافي السوري، والذي حظي بمتغيرات مستمرة طوال أعوام الثورة. حول هذا الأمر حتكون حلقتنا لليوم. معينا نستمع لتقرير حلقتنا لليوم، ومنرجع لنبدأ حوارنا مع ضيفنا. عبر التاريخ لم تكن الحدود الجغرافية لبلاد الشام مستقرة، وهي تختلف أحيانا اختلافا جوهريا عما هي عليه التقسيمات السياسية والإدارية الراهنة، فحفلت هذه المنطقة من العالم بالعديد من الانقلابات والتغييرات، لكن ما حصل في سوريا منذ 2011 ينذر بمخاطر كبيرة نتيجة حجم التغيير في التركيبة السكانية وآثاره المحتملة وتوزع السكان فيها. يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكان سوريا الذين يقاربون 23 مليون نسمة، وتقدر إحصائيات أن نسبة أهل السنة تبلغ أكثر من 80% من إجمالي السكان. إلى جانب العرب السنة هناك المكونات غير العربية، وأبرزها الأكراد، ثم التركمان والشركس والشيشان والبشناق، البوسنيون والأرناؤوط الألبان، موزعين في أنحاء سوريا. أما الشركس والشيشان فهم من الشعوب القوقازية، استقروا في سوريا إبان الحكم العثماني وتوزعوا في محافظة القنيطرة، الجولان والمدن الكبرى، وعلى خطي سكك الحديد الرئيسيين اللذين كانا يصلان إسطنبول بالمدينة المنورة وبغداد.
وكانت أهم مناطق وجودهم مدينة القنيطرة عاصمة الجولان، وهي مدينة شركسية أسست عام 1863، وضمت تركيبتها السكانية الشركس من قبائل الأبزاخ والبزدوغ والخاتقاي، وتلتها مناطق أخرى في وسط سوريا كحمص وحماة، ضمت القبرطاي والشيشان والدغستانيون، كما سكن الشركس والشيشان في خناصر ومنبج ورأس العين وخان العسل وعندان بشمال سوريا، وكذلك في دير الزور. ولقد تعرض الشركس والشيشان للتهجير من الجولان، ودمرت القنيطرة كبرى مدنهم إبان حرب 1967، وأزيلت غالبية قراهم عن الخارطة، واستقروا في ضواحي دمشق وبعض المدن الكبرى التي تتعرض اليوم بدورها للتهجير والدمار. أما اليوم ومع التغييرات الحاصلة بحكم المعارك، فتشهد الديمغرافيا السورية تغييرات كبيرة، فخلال 4 أعوام هاجر كثر من العرب السنة، وحط الرحال فيها كثر أيضا من مختلف القوميات. فما هي أبرز هذه القوميات؟ أولا القوقاز. تعرف القوقاز على أنها المنطقة الواقعة في الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا، وتنقسم إلى منطقتين، القوقاز التي تضم دولا سابقة في الاتحاد السوفيتي، والقوقاز الروسي، وتضم بلغاريا، الشيشان، إنغوشيا ودغستان وغيرها. كما يضم القوقاز 3 دول أعلنت استقلالها غير معترف بها دوليا، ومنها أبخازيا، أوسيتيا الجنوبية، ومنهم أيضا قوقاز تنظيم الدولة، ويقاتل عدد كبير من القوقازيين في صفوف التنظيم، ويقودهم القائد العسكري العام للتنظيم أبو عمر الشيشاني طرخان باتراشفيلي ذو الأصول الجورجية. ثانيا التركستان. تعرف تركستان على أنها المنطقة الواقعة في آسيا الوسطى، وتنقسم إلى قسمين، شرقية وغربية، وتركستان الشرقية معظم سكانها من الإيغور، ويتجلى وجود الإيغور في سوريا في الحزب التركستاني الإسلامي، ولا أحد يعلم حقيقة عدد الإيغور في سوريا، لكن معلومات من نشطاء في ريف إدلب أكدوا خلالها أن نحو 3000 مقاتل إيغوري يقاتلون ضمن الحزب التركستاني، معظمهم أتوا مع عوائلهم ويقيمون في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي. تواجد التركستان لا يقتصر في سوريا على الإيغور، إذ تفيد معلومات وتقارير دولية أن عشرات العوائل من الطاجك والأوزبك والتركمان توافدت إلى الأراضي الخاضعة لتنظيم داعش. ثالثاً الأفغان. بدأ دخول الأفغان الهزارة إلى سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد، وهذا ما أكده تقرير أعده معهد واشنطن للدراسات حزيراني 2014، إذ أشار في بحثه إلى أن نحو 2000 أفغاني شيعي انتقلوا للعيش في جنوب سوريا في محيط مقام السيدة زينب بريف دمشق، وسرعان ما اندمجوا في ميليشيات للقتال ضد الجيش الحر وفصائل المعارضة الأخرى، أبرزها لواء أبي الفضل العباس. وتلا ذلك تورط إيران بتجنيد مئات المقاتلين الأفغان اللاجئين في أراضيها منذ أعوام، وفق مقومات تقدمها طهران لهؤلاء، أهمها رواتب عالية قياسا على معيشتهم المتدنية، إضافة إلى وعود وصكوك دخول الجنة وفق مشاهدات وتسجيلات مصورة لناشطي الثورة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أيار 2014 أن الحرس الثوري الإيراني جند اللاجئين الأفغان الشيعة للقتال في سوريا وفق رواتب شهرية تبلغ $500 أمريكي بالإضافة إلى أوراق إقامة إيرانية. صحيفة التايمز البريطانية وفي تقرير نشرته في حزيران 2015 أشارت إلى أن 5000 مقاتل أفغاني وباكستاني يقاتلون إلى جانب قوات الأسد، وبتجنيد مباشر من إيران التي اعتمدت بشكل كلي على أقلية الهزارة الفقيرة واللاجئة في المدن الإيرانية. هذا بعض من المتغيرات الحاصلة، وتبقى النتيجة النهائية لحجم التغيير الحاصل بعد أن يتوقف هدير المعركة. ومستمعينا، نضيف على تقريرنا وجود الآشوريين والآراميين والكلدان، واللي بيتواجدوا بشكل ملحوظ بأقصى شمال شرق سوريا، منها قامشلي وقرى التابعة لها، كذلك في حلب ودمشق، وبشكل حوالي ثلث مسيحيي سوريا. أيضا الأرمن، واللي بيتركز وجودهم بمدينة حلب ريف اللاذقية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ونسبتهم حوالي 4%. لنحكي أكثر بهالموضوع ونفصل تاريخا وجغرافية لسوريا، حيكون ضيفنا الباحث والكاتب أستاذ محمد منصور. أستاذ محمد، يسعد مساك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ محمد، يعني الأرض السورية تاريخا مليئة بالمتغيرات بشكل دائم، نتيجة هاي التغيرات هل هي حتمية أنه نوصل لما وصلنا إليه، وعلى أي أساس يجب أن نعمل؟ نعم،
أكيد في على حكمي يعني أجدت أنه ممكن تؤدي لتغييرات سريعة. نعم، يعني التغييرات الحاصلة اليوم هل هي نتيجة حتمية لهذا التاريخ؟ تم العمل عليها للوصول إلى هذه النتيجة؟ لا، لأنه بشغلة يعني سوريا كانت دائما ملاذ للقوميات والهجرات. نعم، ولكن في فرق بين أنه القوميات والإثنيات والناس اللي هاجروا هربا من الحرب لا يبحثوا عن بلاد آمنة، أهل مفتوحين الأفق، يستوعبون الغريب، نشاط اقتصادي الحر، البيئة الاجتماعية الحاضنة، وبين أنه يجوا كل هدول القوميات لخوض معارك سواء على خلفيات أيديولوجية ودينية أو على خلفيات أخرى. فبالتالي هذا أنا بتصور يعني أنا سمعت تقريركم الحقيقة يعني إذا الواحد بيفكر بأنه كل هدول جايين يعني بده يقول وين بقى السوريين، النسيج السوري. نعم. أو السوريين. نعم. ولكن أنا برأيي أنه حركة النزوح تاريخيا إلى سوريا لم تكن من أجل القتال، كانت من أجل السلام والبحث عن أرض آمنة إما للجوء أو لاستئناف حياة أخرى. نعم، اليوم دائما بيكون في سعي لتشكيل أحيانا تركيبة سكانية موالية للحاكم، يعني مثل ما سعى النظام عبر استجلاب الأفغان لأجل بشكل عام العمل على الأمر الطائفي. أي تركيبة اليوم للمجتمع السوري بتنتظرنا بعد هالتجربة؟ يعني اليوم دخل ناس كتير خصوصا من طوائف محددة معينة غيرت لا شك بالتركيبة ولو بشكل محدد، لاحقا أي تركيبة عم تنتظرنا؟ يعني أنا أعتقد أنه اللي إجوا بهدف القتال هن لن يكونوا جزء من النسيج الاجتماعي، لأنه سيزول وجودهم بزوال المسبب، وخصوصي إذا كانوا جايين ليقاتلوا يعني بصف الدكتاتور. نعم. الدكتاتور عندما يرحل لن يأخذ معه في طائرته أو في قبره أو في منفاه حتى يعني أبناء طائفته. نعم. فما بالك بالشتات اللي أتوا من كل أنحاء العالم، يعني حيقول لهم تفضلوا والله خلصنا تعالوا روحوا معنا، أو والله وطنتكم العدو استنوني لا يعني او دافعوا عني بغيابي. اكيد لا. نعم. عمليات التوطين برايك تفيد على المدى البعيد؟ يعني شوفي انا برايي انه عمليات التوطين لن تؤثر على النسيج السوري، لانه هي عمليات دخيله قسريه تمت في ظروف استثنائيه. المجتمع السوري مجتمع يقبل الغريب، وسوريا كانت أرض يستوطن فيها الغريب، ولكن في ظروف من الإسهام الاجتماعي بالحياة، من البحث عن مشاريع جديدة. يعني أنا إذا بعدلك مثلا القوميات اللي إجوا على سوريا كلهم إجوا بهربا من حروب أو اضطهاد. نعم. يعني الشركات اللي من بلاد من شمال بلاد القفقاز إجوا استوطنوا بدمشق وبقرى بحمص، الداغستان، الأرناؤوط اللي هن من الألبان. نعم. كمان كان في حي بدمشق للأرناؤوط، حتى من العرب مثلا الفلسطينيين اللي عانوا من اضطهاد الصليبيين بعد احتلال القدس. نعم. من نابلس وبيت المقدس إشوا أسسوا حي الصالحية بدمشق، حي المهاجرين أسسوا المهاجرين اللي إجوا من الرومالي وقت أزمة البلقان بنهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. فإذا هدول إذا هلأ بتشوفي إنه شو صار فيهم، بتلاقيهم إنه اندمجوا بالمجتمع وصار لهم جذور سورية، وحتى الأحياء اللي أسسوها لم تتحول إلى كنتونات كما في الحالة الطائفية العلوية اللي إجت محافظ الأسد، تحولت إلى جزء من تراث المدينة أو جزء من أرث
يعني محافظات أخرى. فبالتالي بهي الحالة بيبقوا بيحترموا عادات وتقاليد البلد، بيضيفوا شيء للإرث الموجود، يعني مثل حي المهاجرين في نمط معماري قريب للأوروبي التركي. ولكن اللي جاي يقاتل بدين إلى بالآخير، يعني هاي التوطين، يعني بعدين اللي جاي يقاتل ما جاء اشتغل وتعب واشترى قطعة أرض أو اشترى بيت ليعيش فيها وليقول إنه هاي بلدي الجديدة، اجى أخذ اجى الدولة عطته هوية مزورة وقعدته ببيوت ناس إما هجروا أو قتلوا، فبالتالي هو مغتصب. وما بتصور إنه توطين هؤلاء يشبه الهجرات القديمة، لأنه كتير تختلف الصيغة، كتير تختلف الآلية والنظرة اللي نظر إليها هؤلاء وأولئك حول ما هي سوريا وكيف يمكن أن نكون جزءا من هذا الشعب في هذه المنطقة الحيوية. أيضا تقبل المجتمع، خليني أقول للمها يعني ما لا يعني لا يصح يمكن نقول مهاجرين جدد، لهؤلاء القادمين الجدد، يعني نظرة المجتمع تقبله لهم يختلف كليا عن تقبل القادمين الأوائل بحكم الحروب، بحكم اللاجئين إلى سوريا. لكن هؤلاء يعني معظمهم مقاتلين حتى وإن كان معهم عوائلهم وأسرهم، يعني ما أظن المجتمع السوري هل بيقدر يلفهم، هل بيقدر يحتضنهم؟ هلا شوفي يعني أنا بتصور إنه بالمرحلة الأولى يعني من سقوط النظام لن يعود هؤلاء يعني بسهولة، خصوصي يعني خلينا نقول إنه مثلا اللي قاتلوا إلى جانب الثورة. هلا اللي قاتلوا إلى جانب النظام أنا أتصور بانهيار النظام سيهربون، لأنه هن بيعرفوا مع مين كانوا عم يقاتلوا وشو النتيجة اللي رح يواجهوها. الناس رح تعرفهم يعني بالنهاية. والناس رح تعرفهم، فبالتالي هن رح يهربوا قبل ما حدا يقول لهم يلا تفضلوا من غير مطلوب، لأنه رح يكون في عمليات انتقام، وهي أنا برأيي عمليات قصاص، لأنه أنت أجيت من بلدك لتقتلني لتوقف بجانب الدكتاتور اللي صحيح. ابن الدكتاتور اللي حكم بالحديد والنار، وأنت شايف المعادلة كيف، وجيت بشعارات معينة وهلأ سقطت هي وهذا النظام فرح تسقط. وبالتالي رح هذا هلأ بتصور الناس التانية رح يكون في مشكلة اللي قاتلوا إلى جانب الثورة. يعني أنا مثلا من وجهة نظري بعتقد أنه اللي قاتل إلى جانب حرية شعب يمكن أن يكون جزء من هذا الشعب إن أراد ذلك، مع الاحتفاظ بهويته طبعا. طيب ممكن تختلف من منطقة للتانية أستاذ محمد. ولكن المشكلة وين أخت إيمان؟ المشكلة هي في أنك أنت شو الأيديولوجيا اللي كان عم بيقاتل معها. يعني هلأ أنا مثلا أنا لا أقبل الداعش السوري، هل يمكن أن أقبل الداعش الشيشاني؟ نعم. عرفتي وين المشكلة؟ المشكلة أنه إذا أنت بدك تيجي بهي الأيديولوجيا التكفيرية اللي بيرفضها المجتمع السوري أغلبيته، اللي بيرفضها بالمجتمع السوري، فلا حتى لو كنت تدعي انك انت عم تقاتل ضد بشار الأسد فأنا لا أستطيع أن أقبلك، لأنه نحن عم نبحث عن أفق ومستقبل جديد، ما عم نبحث عن يعني عهود أخرى من السداد بنكهة أخرى. صحيح. بالإضافة للممارسات اللي تمت حتى بالمناطق اللي تم السيطرة عليها من قبل التنظيم، يعني كانت في ممارسات مرفوضة، وحتى يعني الزواج والتقرب بين المجتمع بتلك المناطق يعني صار يصير في عمليات إجبار إلى آخره من هذا الأمر. اليوم بس أنا برأيي إنه لم تكن ممنهجة، يعني الإعلام ضخم فيها، هي حالات فردية، وأنا بتصور يعني جزء من هذول اللي إجوا في منهم يعني ما عرفانين حقيقة التنظيم، قتلوا معه بناء على شعارات عامة فصادة، فبتصور يعني هن مغرر فيهم ما رفضي إلهم، ولكن هن ليسوا مثل اللي اجوا مع النظام مملوئين بأحقاد معينة ومملوئين بشعارات معينة. نعم.
طيب خليني روح شوي يعني نفكر بطريقة دائما نظام الأمر اللي بيشتغل عليه. هل ممكن يكون عم يسعى لإنشاء خليط غير متجانس بالبلد يعني بطريقة أو بأخرى بحيث يسهل اختراقه ويسهل تقسيمه حتى لو لاحقا يعني إدخال أعداد كبيرة أيا كان تحت أي مسمى بالطريقة هاي، هل ما بيخلي التجانس المجتمع يصير هش وبيسهل كتير اختراقه أو حتى طرح فكرة وأفكار عن التقسيم؟ هلا انا بعتقد انه النظام كان يسعى اكثر من انه اللعب بالنسيج السكاني، هو اللعب بالوجه العام للثوره. يعني اضفاء صفه التطرف على الثوره من اجل ان يستجلب العالم لمحاربتها. يعني انا بعتقد انه الثوره بجوهرها هي ثوره شعبيه لناس يؤمنون بالإسلام، مرجعيتهم إسلامية، شعاراتهم اللي رفعوها إسلامية، ولكن ليست ثورة من أجل خلافة، من أجل إقامة نظام إسلامي، من أجل إقامة تنظيم متطرف أو حكم متطرف. فبالتالي الهدف الأول كان للنظام هو تغيير وجه الثورة من ثورة شعبية ذات روح إسلامية إلى ثورة متطرفة يركبها المتطرفون وتريد أن تنشئ خلافة إسلامية بمعايير العداء للجوار، العداء للعالم، العداء للآخر. وهذا طبعا كتير كتير بعيد عن الروح السورية، يمكن آخر منطقة يعني تكن هذا العداء للآخر هي سوريا، لأن سوريا كانت دائما ملاذ للآخر. فبتصور انه الهدف الاساسي كان تحويل وجه الثوره لهذا المظهر اكثر من اللعب بالنسيج السكاني. لانه برجع بقول لك باي مجتمع الجسم الغريب الذي اتى بشكل يعني مع مغتصب مع دكتاتور يلفظ، يعني هذا مو بس بسوريا، بكل أنحاء العالم يلفظ مع الدكتاتور المرتزقة اللي يعني هلأ مثلا وين المرتزقة اللي قاتلوا مع القذافي؟ يعني اختفوا تماما من الصورة. صحيح عرفتي كيف؟ إما قتلوا أو هربوا. هلأ في جماعات ليبية إلى هذا، أوكي هدول أولاد البلد، ولكن لا يمكن هذا. أنا برأيي اللي لعب أو راهن على قصة التغيير الديموغرافي أكثر من النظام هو إيران. يعني إيران كانت عم تراهن على محاولة تغيير التركيبة السكانية خصوصي الشيعية اللي إلها علاقة ب يعني خليني أقول إنه توزعات سكانية، ما بيستخدم كلمة بؤر حتى ما يقولوا إنه نحن عم نتهجم يعني مذهبيا. يعني مثلا فكرة إنه هو ينقل أهل الزبداني لكفرية ورفوعة بريد إدلب ويجيب أهالي كفرية ورفوعة الزبداني. طبعا هذا جنون، إنه هو بده يعمل شريط شيعي على الحدود اللبنانية من الطرف السوري ليخلي هذا الشريط محمية تحت سلطة حزب الله. فبتصور اللي لعب على هي القصة هو الإيرانيين، لأنه الإيرانيين يعني بقصة إثارة القلاقل المذهبية والتغيير الديموغرافي يعني عندهم عراقة بالخبث والدهاء أكثر من النظام كثير. طيب خليني روح كان بده أنه لا مو ثورة، إرهابيين وتطرف وخلافة إسلامية. خليني روح أنا أنه ليس فقط الأراضي السورية يعني وفيها توزع سكاني ممكن يكون في مكونات قومية مختلفة ولو بأعداد ليست كبيرة، أيضا المنطقة يعني ممكن تتأثر بتغييرات من هالنوع. يعني لبنان فيها مركبات مختلفة، العراق أكثر أيضا فيها هذا النوع من التركيبة الديموغرافية. ما بيأثر طيب على مستقبل المنطقة يعني حتى على المدى الطويل إذا افترضنا أنه اللي بيجوا يحاربوا مع النظام خرجوا أو في مجموعات بقيت أو بقيت من اللي بقيوا مع تنظيم الدولة أو غيرهم، ما بيأثر حتى على المنطقة بشكل عام وخصوصا في دول عندها نفس القصة؟ يعني شوفي أنا بتخيل أنه هذا الأمر له علاقة ب
شكل النظام القادم، انه هل سيكون نظام يستطيع ان يبسط سلطته على الارض السوريه كامله بشكل دستوري وقانوني، ام انه نظام ضعيف ومهلهل يحكم في المركز والاطراف الثانيه. فبناء عليه فيك تقولي انه هذا هي الهجرات المقاتلين من القوميات الاخرى اللي اجوا على سوريا ممكن تاثر على الجوار. بس انا بتخيل انه يعني المنطقه بالاساس هي متداخله طائفيا من قبل الثوره السوريه، من قبل هذا التغيير. يعني هلا مثلا انت بلبنان خدي مثلا انه يعني من قبل ما يكون في ثوره سوريه ومن قبل من السبعينات الامه بعضهم بحرب اهليه في صراعات، وهي الحرب بالضبط، وهي الحرب كانت قائمه على اسس مذهبيه واضحه. فبالتالي ما حدا يجي يقول انه والله انتم خربتوا المنطقه، لانه المنطقه خربانه بحكم التدخلات الخارجيه، بحكم تشجيع أنظمة الاستبداد. يعني أنا برأيي اللي خرب المنطقة، اللي خرب النسيج العام بالمنطقة سواء بسوريا أو حتى لبنان، هو حكم الأسد. يعني هذا الحكم الطائفي 40 سنة من الاستبداد الدكتاتوري العفن، إيه هو اللي خرب المنطقة كلها، وحتى خرب يعني ساهم بتخريب العراق مع وجود دكتاتور آخر كصدام. فأنا بتخيل إنه الشيء الأساسي هو مو مفرزات هي المرحلة، هو مفرزات وجود أنظمة دكتاتورية تلغي الآخر، تطحن البشر، تحارب الهويات يعني هلأ أنا مثلا الانتماء الوطني بتحاربه بشكل عام يعني بالضبط. يعني هلأ أنا بالنسبة للأكراد يعني أنا ما بفهم إنه مثلا شو كان بيأثر على النظام إنه هو يسمح لهم يدرسوا بلغتهم بمدارسهم المحلية. هذا الشيء اللي كانوا محرومين فيه، فهذا كله بيخلق احتقانات، بيخلق هذا. أما بالنسبة للشيء اللي حاصل، أنا بعتقد أنه المقاتل سواء كان مؤمن بقضية أو مرتزق يقاتل إلى جانب الاستبداد، أو مؤمن بقضية حرية شعب أو شعب مظلوم عم يقاتل معه، هو يعني شخص طارئ، يعني يمكن أن يعود إلى بلده، أو يمكن أن حتى شوفي بالنسبة لل العرب اللي بقيوا بالبوسنة والهرسك بعد نهاية الحرب، بعد ما دخلت أوروبا وحلت المشكلة وشو اسمه هدول، يعني ما الحقيقة انت سمعتي انه هدول شكلوا مشكلة، مع انه يعني انا بعتقد انه قومية تحولوا لقومية يعني بقلب البوسنة، يعني في منهم دابوا بنسيج المجتمع، يعني تزوجوا بوسنيات، أسسوا عائلات، في منهم رجعوا، في منهم الدولة لاحقتهم قالتلهم أنتم مثلا من الناس اللي غير مرغوب فيكم، لأنه يعني متهمين مثلا بأنه ارتكبوا جرائم مثلا. فأنا بتصور أنه الشيء الأساسي هذا طارئ، هذا سينفذ المجتمع اللي يهدد المنطقة، اللي يهدد المنطقة هو تدخلات دولة يحكمها ولاية ولي الفقيه مثل إيران، تحاول أن تشعل الحروب المذهبية، تحاول أن تغير التركيبة. لأنه شوفي هو تغيير التركيبة هو مع السكان الأصليين، يعني مو مع يعني هلا هني وقت قالوا انه بدنا ننقل الفوعة وكفرية وكذا واهل الزبدة، يعني الفوعة والكفرية يعني بالنهاية سوريين، احنا ما عم نقول انه هم جايين، بس انه عم يشتغلوا كانوا من الخارج على فكرة طائفية، انه كيف بدنا نجمع نساوي كانتون طائفي على طول الحدود مع لبنان بريف دمشق الغربي، من شان يكون محمية لحزب الله، من شان نستخدمه نحن لإثارة القلاقل في المنطقة ويكون قوي جانب حزب الله. فبالتالي اللعب الأساسي عم بيكون بالمكونات الموجودة. أنا برأيي المقاتلين اللي عم بيجوا طارئين، وحتى هدول الأفغان يعني هن للأسف الأضعف، يعني الأفغان اللي إجوا أول شيء نسبة الأفغان الشيعة الهزارة هي نسبة قليلة بين سكان الأفغانيين، معظمهم لاجئين لإيران، واستغلت إيران فقرا والحاجة
وفقرهم ووعدتهم بأنه بعطيكم جنسيات فروحوا قاتلوا بسوريا ويا لسارات الحسين لن تشبه زينب مرتين. اشتغلت على العامل الطائفي. هي كان ورقة للمتاجرة يعني ورقة للثعلب الإيراني اللي تاجر فيهم مذهبيا وأيديولوجيا أكثر منا أنه هي رغبة بأنه هذا. هلا وقت بيجوا أكيد مثلا هنا رح يقولوا لهم روحوا عدوا جنب مقام السيدة زينب لأنه بالنسبة لهم هي بؤرة يعني هي بؤرة لتفريخ الشعارات المذهبية بالنهاية. هن عم يجذبون نعم هن عم يجذبون بالعامل الطائفي ليشتغلوا عليه بشكل كبير. الحقيقة يعني الوقت داهمنا أستاذ محمد ودائما نحن معك على طول الوقت بيمشي ونكون بدنا ناخذ أكثر من المعلومات اللي موجودة عند حضرتك. أنا كثير بدي أتشكر مداخلتك معنا لليوم الكاتب والباحث محمد منصور. ومستمعينا تحدثنا عن أكثر من قومية موجودة بسوريا من ضمنها القومية التركمانية واللي هي مكون أساسي من مكونات الشعب السوري أثرت بشكل إيجابي وفعال بحضارة وتاريخ سوريا وأبنائها ملتزمين بالغالب بنهج سوريا بيأكدوا دائما على وحدة سوريا الأرض والشعب وقادرين على لعب دور لجسر حضاري كبير بين العالمين العربي والتركماني أيضا وهالأمر بحكم معرفتهم بحضارة ولغة وعادات الطرفين التركي والعربي. وعن دورا بالثورة السورية فمعارضة التركمان للنظام الأسدي والفكر البعثي امتدت عشرات السنين حيث غذت السياسات القمعية اللي أنتج النظام ضد الشعب السوري الأفكار الثورية والمعارضة له لدى الشباب والمثقفين التركمان لا سيما أن التركمان كانوا بيتعرضوا أيضا لأنواع مختلفة من القمع. قدم التركمان كثير من الضحايا بتاريخ نضالهم ضد النظام الدكتاتوري كانت في ضدهم هجمة شرسة بتسعينيات القرن المنصرم لما أقدم النظام على اعتقال مئات من المثقفين التركمان وزج فيهم بالسجون بتهم باطلة ومزيفة. كانت محاربة أيضا اللغة والثقافة اللي بتخصهم من أهم سمات محاربة الوجود التركماني في سوريا وتجلى هالأمر بمنع النشر والكتابة باللغة التركية ومنع انتشار أيضا الثقافة التركمانية وعدم الترخيص للجمعيات الثقافية اللي بتعنى بهالأمر بالإضافة للسياسات اقتصادية فيها محاربة ممنهجة بترمي لمنع تطوير مناطق التركمان لا سيما بالمناطق الموجود فيها التركمان بالساحل السوري واللي بتعتبر من أجمل المناطق السياحية بالعالم وكان أيضا يتم وضع اليد على كثير من الممتلكات التركمانية بهذه المناطق. أيضا مستمعينا دور التركمان بدأ بالبداية مع المظاهرات المناوئة للنظام الأسدي البعثي بكافة المناطق التركمانية باللاذقية بحلب وبحمص وتركزت المظاهرات فيها بأحياء فيها تركمان مثل باب عمر واللي بيشكل التركمان حوالي 40% من سكانه وأيضا بدمشق وبقية المناطق اللي بيقتنى التركمان وتعرض النشطاء منهم لاعتقالات تعسفية خلال هاي المرحلة وتعرضوا لإهانات كبيرة وكثيرة من جلادي النظام اللي كانوا بيتهمون بالعمالة لدول أخرى وهو ديدا النظام دائما على الدوام. بمتابعة أيضا للقومية التركمانية بسوريا وجدت أنه لازم ينطلق بعض الأحزاب مع بداية الثورة فانطلقت بعض الأحزاب التركمانية مثل الحركة التركمانية الديمقراطية السورية والكتلة الوطنية أيضا التركمانية السورية وأكدت بوقتها هي التنظيمات السياسية التركمانية على تمسكها بمبدأ وحدة الأراضي السورية والمطالبة بحقوق القومية التركمانية ضمن سقف الوطن اللي بيضم كل السوريين من دون إقصاء أو تهميش لأحد.
أيضا سعت لتمثيل التركمان ضمن الهيئات السياسية المعارضة لحكم بشار الأسد، حيث أخذت الحركة التركمانية الديمقراطية السورية والمجلس السوري التركماني 9 مقاعد عضوية المجلس الوطني في وقت تأسيسه، كما تمثلت الكتلة الوطنية التركمانية ب7 مقاعد. وعن تشكيل الائتلاف الوطني، تمثل التركمان فيه ب3 ممثلين، 2 منهم بينتموا للحركة التركمانية الديمقراطية السورية والكتلة الوطنية التركمانية، أما الثالث فهو شخصية تركمانية مستقلة. أيضاً مستمعينا، كنا تحدثنا بداية حلقتنا أيضاً عن وجود القومية الأرمنية أيضاً، واللي بيتركز وجودهم بمدينة حلب ريف اللاذقية مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ونسبتهم حوالي 4%، وبحسب بعض التقديرات فحوالي أو فما بين 60 إلى 100 ألف مسيحي عموماً في سوريا بيعودوا للأصل الأرمني. أيضاً وجود القومية الكردية بيقطن الأكراد المناطق الشمالية الشرقية من سوريا المحاذية للعراق وتركيا، خاصة محافظة الحسكة والقامشلي والمناطق الشمالية في ريف حلب. أيضا الشركس مستمعينا، وبتركزوا بدمشق، ومعظم الشركس بسوريا بيتقدر عددهم بحوالي 150 ألف، هن أحفاد أولئك الذين طردهم الروس من وطنهم في شمال القوقاز إلى الإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن 19. تحدثنا أيضا مستمعينا عن وجود قوميات مختلفة وفصائل انضم أو من انضمام مجموعات مختلفة للفصائل، منها التركستان، وقلنا التركستان تعرف التركستان على أنها المنطقة الواقعة في آسيا الوسطى، وبتنقسم لتركستان الشرقية ومعظم سكانها من الإيغور المسلمين، وبتتبع جمهورية الصين الشعبية حاليا، تسمى باللغة العربية تركستان الصينية أو شينجيانغ باللغة الصينية. أيضا تركستان الغربية والضم 5 جمهوريات إسلامية استقلت أواخر القرن 20 عن الاتحاد السوفيتي، وهي كازاخستان، أوزباكستان، تركمانستان، طاجكستان، وقرقيزستان. مستمعينا، أثبتت معارك الجنوب السوري مطلع العام الحالي بمنطقة التماس بين محافظات دمشق درعا والقنيطرة تورط مئات المقاتلين الأفغان بالقتال إلى جانب قوات الأسد، وسط تسجيلات مصورة ووثائق بتظهر عشرات الأسرى أو الجثث اللي وقعوا بقبضة الجيش الحر. أيضا مدينة حلب شهدت استعانة كبيرة من قبل قوات الأسد بمقاتلين أفغان، واستطاعت فصائل المعارضة أسر وقتل عدد منهم في مناطق مختلفة من حلب، سواء رتيان أو حندرات شمال مدينة حلب، خلال معارك أيضا بمنطقة الشيخ نجار الصناعية اللي أحكمت قوات الأسد بفترة من فترات السيطرة عليها قبل أشهر. رصد مقاتلو المعارضة تواجد الأفغان في ريفي حما واللاذقية، ويبقى تواجدهم الأكبر في محيط منطقة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي، بيعتبروا أنفسهم حراس للمقام بحسب أفكارهم. مستمعينا، كان يفترض يكون ضيفنا الباحث أيضا تيسير الخلف، لكن ما توفقنا بالتواصل معه. بذكركم بترددات راديو أورينت، سمعونا بدمشق على 95.6، ريف دمشق على 96.7، لكل اللي بتابعنا بإدلب حما وحمص على 94.6، أيضا بحلب وريفة على 95.8، بالحسكة والقامشلي بتلاقونا على تردد 99.6، أما لكل اللي بيدور علينا باللاذقية بيلاقونا على تردد 94.2، وبالرقة وريفة على 102، بالقنيطرة درعا وغالبية ريفة على تردد 99.2، بالإضافة لمدينة الريحانية التركية على تردد 95.8.
لكل اللي ما بيلاقوا ترددنا فيكن تتابعونا على رابط البث المباشر orientashadio.net. بذكركن بموعد عرض برنامجنا رمان الهواء كل يوم سبت 2 و4 الساعة 4 بتوقيت دمشق. أسئلتكن واقتراحاتكن منشوفها ومنتابعها على صفحتنا على فيسبوك أورينت راديو. كل الشكر لضيفي اللي كان بحلقتي لليوم، للهندسة الإذاعية سلام مساعدة يعطيك ألف عافية، والأسايمنت محمد الملا. بلتقيكم بحلقة جديدة من رمان الهواء، إعداد وتقديم إيمان أحمد. باي باي. رمان الهوى مع إيمان أحمد. على دقة قلبك وبترد الروح. راديو أورينت.